بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة الفضلى على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الدين والحياة. ولما نزل ننهل من كوثر النور، وأن اجتهدنا نبقى مقصرين على أن نحيط بمختلف جوانب حياة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، فترانا عما نتحدث وكيف تسعفنا الفكر، وهي سر السماء على الأرض، وكيفما تحركت تتجلى القيم الإلهية فيها. ومن قوائل الإمام الحسين في الزهراء سلام الله عليهما: أمي خير مني، هي نعمة الله السرمدية، وهي أحد الأثقال المتينة والمؤثرة في الرسالة الإسلامية والحضارة الإنسانية على امتداد العصور. وننقل في صدد الكلام عنها عليها السلام ما روي عن بشار المكاري قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه بالكوفة وقد قدم له طبق رطب وهو يأكل، فقال لي: يا بشار أدنو فكل. فقلت: هنأك الله وجعلني فداك. أخذتني الغيرة على شيء رأيته في طريقي أوجع قلبي وبلغ مني، فقال لي: حديثك. قلت: رأيت جلوازا يضرب رأس امرأة يسوقها إلى السجن وهي تنادي: المستغاث يا رسول الله، المستغاث يا الله، ولا يغيثها أحد. قال لي عليه السلام: ولما فعل بها ذاك؟ قلت: سمعت الناس يقولون أنها عثرت في مشيها فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة. قال بشار: وقتئذ قطع عليه السلام الأكل ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته، فقال: يا بشار قم بنا إلى مسجد السهلة فندعو الله جل وعلا ونسأله خلاص هذه المرأة. ذهبنا، يقول بشار، وصلى كل واحد منا ركعتين، ثم رفع الصادق عليه السلام يديه إلى السماء وقال: أنت الله لا إله إلا أنت، مبدي الخلق ومعيدهم، وأنت الله لا إله إلا أنت، خالق الخلق ورازقهم، وأنت الله لا إله إلا أنت، القابض الباسط، وأنت الله لا إله إلا أنت، مدبر الأمور وباعث من في القبور، وأنت وارث الأرض ومن عليها. أسألك باسمك المخزون المكنون الحي القيوم، وأسألك بحق محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي لي حاجة الساعة الساعة، وأن تجعل خلاص هذه المرأة يا مقلب القلوب والأبصار الساعة الساعة يا سامع الدعاء. فقال ثم خر ساجدا لا أسمع إلا النفس منه، ثم رفع رأسه عليه السلام وقال: قم يا بشار قد أطلقت المرأة، إلى آخر الرواية. فمن يتعلق بحبل ود الزهراء سلام الله عليها ويعقد لها الولاء، لو كان بين فكي البلاء لأنقذته، وهي ابنة البيت الرفيع، وهي ابنة البيت الرفيع الذي يرفع كل من انتمى إليه. الجزء الرابع من سلسلة الزهراء سلام الله عليها مع الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن سماحة الشيخ في صدد الجزء الرابع من سلسلة الزهراء سلام الله عليها، إن شاء الله مقام الكلام لكم، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نكمل في هذه الحلقة التشرف
بالكلام في رحاب سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وقد ألف الحافظ ابن شاهين كتابا، أو لنقل كتيبا صغيرا، في فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام. الرجل قد عاش في القرن الرابع، حيث سجلت وفاته عام 385 للهجرة، واسمه عمر بن أحمد بن عثمان بن محمد بن أيوب بن آزاد بن سراج بن عبد الرحمن المروردي البغدادي. طبعا يدل اسمه على أصوله الفارسية، وإنما سمي بابن شاهين نسبة لجده لأمه أحمد بن محمد بن يوسف بن شاهين الشيباني. وقد أسهب الرجل في التأليف، حيث بلغ عدد مصنفاته 330 مصنفا، لم يصلنا إلا القليل القليل منها، ومنها هذا الكتيب في فضائل الزهراء عليها السلام. صحيح أن الأحاديث التي في هذا المصنف قد تجدها في غيره من المصنفات، لكن أسانيدها تكاد تكون ممن فرد به ابن شاهين. وقد وجدت نسخة مخطوطة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، منسوخة في سنة 663 للهجرة، وقد ذكر في هذه أو في هذا الكتيب ما نصه. حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، حدثنا يوسف بن محمد بن صاعد، حدثنا ليث بن داود القيسي وكان يقال فيه خيرا، أنبأنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال عمران بن حسين: خرجت يوما فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله قائم، فقال لي: يا عمران، إن فاطمة مريضة، فهل لك أن تعودها؟ قال: قلت: فداك أبي وأمي، وأي شرف أشرف من هذا؟ وقال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله، فانطلقت معه حتى أتى الباب، فقال: السلام عليك، أأدخل؟ قالت: وعليكم، أدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا ومن معي؟ قالت: والذي بعثك بالحق ما علي إلا هذه العباءة. وقال: ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ملاءة خلقة، فرمى بها، فقال: شدي بها على رأسك، ففعلت، ثم قالت: أدخل. فدخل، ودخلت معه، فقعد عند رأسها، وقعدت قريبا منه، فقال: أي بنية، كيف تجدك؟ قالت: والله يا رسول الله، وجعة، وإني ليزيدني وجعا إلى وجعي أن ليس عندي ما آكل. قال: فبكى رسول الله وبكت، وبكيت معهما، فقال: أي بنية، تصبري مرتين أو ثلاثا. ثم قال لها: يا بنية، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا ليتها ماتت، فأين مريم بنت عمران؟ قال لها: أي بنية، تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، والذي بعثني بالحق لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة لا يبغضه إلا منافق. انتهى لفظ الحافظ ابن شاهين. نحن وإذ كنا نتحفظ على بعض ألفاظ الحديث لشبهة معارضتها بثوابت لا يجوز الإغضاء عنها أو إنكارها، إلا أن مجمل الحديث مقبول بشدة لوجود عشرات المؤيدات لمضامينه من الآيات والأحاديث الشريفة الأخرى، ولكن هذا لا يمنع
من أن نأخذ في تبيان فقراته من خلال عدة نقاط موجزة. النقطة الأولى، إخواني المشاهدين، لماذا يبادر رسول الله صلى الله عليه وآله حين أراد عيادة ابنته فاطمة عليها السلام في منزلها إلى اصطحاب عمران بن حسين أحد أصحابه معه؟ هل كان عمران هو الوحيد من أصحابه حوله وقت ذاك، أم كان هناك آخرون لم يدعهم النبي صلى الله عليه وآله، أو أنهم سمعوا دعوته فاستغشوا ثيابهم ولم يستجيبوا له؟ ومن هذه الأسئلة يتفرع الكثير. ثم، هل كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله عمران بن حسين تشي بأن من عادته أن يعود كل امرأة مسلمة مريضة، أم أن ذلك من مختصات ابنته عليها السلام؟ وواضح بالنسبة للمتتبع أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجعل من عيادة النساء من المسلمات عادة له ولأصحابه على الإطلاق، مما يعني أن الزهراء عليها السلام كانت موضع الاستثناء. السؤال الأشكل، لماذا يشجع النبي صلى الله عليه وآله صاحبه على السير معه لعيادتها، مع تأكيده الدائم على لزوم سلوك طرق الكمالات بأن لا ترى المرأة رجلا ولا يراها رجل، لو لم يكن ثمة أمر راجح وملح أراد إيصاله من خلال تلك الرسالة إلى الأمة كلها، مع تأكيده على زيادة حجاب ابنته بواسطة ملاءة كانت معه وضعتها فوق عباءتها؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن المعصومين عليهم السلام يتعمدون في بعض الأحيان إلى تقسيم أدوار الهداية فيما بينهم، بحيث تأتي الأحكام العقائدية والشرعية من خلال ما يدور بينهم من كلام وما يتخذونه من مواقف. وهذا أمر لطالما تكرر في القرآن الكريم بين الله وأوليائه من جهة، وبين الأولياء فيما بينهم من جهة أخرى. أولم يسأل الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام ليخرج للناس جوابه، جواب عيسى من فمه، زيادة في إتمام الحجة ومبالغة في وضوحها وجلائها؟ ثم، ألم يحكم كل من داود وسليمان في حرث القوم كل منهما بحكم فيه رضا لله تعالى، ليدل سبحانه على إمكانية أن يكون له عز وجل في واقعة واحدة حكمان مرضيان؟ ولو حكم داود وحده أو سليمان وحده بالحكمين المذكورين لأوجب ذلك شكا في الأحكام، بل في نبوة كل منهما، لأن الناس لا تتقبل الترديد في مجلس واحد بين حكمين مختلفين من شخص واحد. فاقتضت الحكمة الإلهية أن يصدر كل من الحكمين من نبي قد ثبتت نبوته لدى هؤلاء الناس. من هنا نفهم أن اصطحاب النبي صلى الله عليه وآله لصاحبه كان أولا للدلالة على أن الأمة كلها إنما تتشرف بعيادة سيدة النساء عليها السلام كأمر ندب إليه صلى الله عليه وآله بما يكرس لها تلك الخصوصية. وثانيا، لأنه أراد للحديث حين يدور بينهما أن ينتقل للأمة كلها بسلاسة وانسياب، دون أن يعتبره الكامنون صدمة يجب التصدي لها وإعداد الخطط لمجابهتها كما هو ديدن البعض منهم. النقطة الثالثة، أن الزهراء عليها السلام أجابت أباها بأن المرض يوجعها ويزداد وجعها من الجوع الذي ألم بها، وهو الجوع على ما يبدو كان شبه عام في تلك الآونة، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وآله إلى جلب الطعام لها.
فكان جوابه أن أمرها بالصبر مرتين أو ثلاث مرات. ترى هل كانت فاطمة عليها السلام هينة على الله بحيث لا تجد في محرابها رزقا كمريم بنت عمران، أم أنها لم تكن لتقترح على الله عز وجل، مستسلمة لقضائه، صابرة على ابتلاءاته، وهي تقول بلسان الحال: إن من تصبر على المرض والجوع في زمن أبيها النبي صلى الله عليه وآله ستكون أصبر عليهما بعد رحيله، إذ أن النبي كان مرجع شكواها، وبالتالي فإن ما طالبت به بعد ذلك لم يكن بدافع الجوع وتحصيل الرزق، وقد تجاوزت ذلك في حياة أبيها، وإنما كانت تطالب بحق إمام وأمة وتصبر على حقها وعلى المطالبة به في الوقت الذي تسجل فيه للتاريخ هذا الموقف الريادي. وقد قطع هذا الحديث وأمثاله الطريق على الذين يريدون تصوير موقف فاطمة عليها السلام بعد ذلك حين طالبت السلطة بحقوقها على أنه موقف شخصي ومطالبة مادية بحتة، ثم نجدها تبكي ويبكي معها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشاركها البكاء من راوي الحديث عمران بن حسين. فما معنى البكاء هنا الذي حدث بعد أن أمر النبي لها بالصبر؟ لا شك أن بكاءها كان رضا لله عز وجل، لأن الأمة أجمعت أنها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ولا شك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله في بكائه معها كان في طاعة الله سبحانه، لاستحالة أن يخرج خير خلق الله عن عين الحق. بل نستطيع القول إن بكاء المعصومين ساعة إذن كان تمام الرضا لله عز وجل. فما هو معناه إلا أن يكون إرادة منه صلى الله عليه وآله أن يكون البكاء حليفا للصبر، رفيقا للأولياء، وليس ذلك الجزع المذموم الذي يحلو للبعض أن يصف البكاء به. إنه تكريس لفعالية سلاح يتواجد حيث يكون الصبر مطلبا ملحا، فيرافقه البكاء كحالة عاطفية جياشة تجعل من ملوحة الصبر عذوبة دمع يشهد على أن القلب قد تفاعل مع الحدث. هنا يغدو البكاء مطلوبا، ولذلك شارك عمران بن الحسين في البكاء ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وآله. ترى هل استذكر عمران هذا البكاء حين أنت الزهراء أنتها الوجيعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، حين انحدر كلام خلف ملاءة أنيطت أمامها لتقيم حجة وتدحض زعما، ولماذا لم يترجم القوم بكاءهم موقفا يصبرون فيه على الأذى ساعة فتعيش بعد ذلك ومن خلاله أمة كاملة؟ النقطة الرابعة أن ما حدث بعد البكاء من مواقف بالحديث طبعا تجعل الإنسان وللوهلة الأولى لا يدرك عميق الربط بين المفردات. فقد كان جزاء استكانة الزهراء عليها السلام لمرارة الدنيا وما سيصيبها في قادم الأيام أن توجها أبوها سيدة نساء العالمين، فاستحلبت من فمه المبارك جواب الإشكال الذي سيطرح: إذا كانت فاطمة سيدة نساء العالمين فأين يكون موضع مريم عليها السلام حين قال الله تعالى فيها: واصطفاك على نساء العالمين؟ هنا قطع النبي كل كلام حين قال عن مريم أنها سيدة نساء عالمها، أما فاطمة فهي أيضا سيدة نساء عالمها، وأي عالم عالم هو الأفضل يا ترى؟ فإن قال قائل هو عالم مريم لم تعد هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وإن أصر البعض على ذلك
فيقع في مطب آخر، وهو قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. فهل يلتزم مسلم بأن بني إسرائيل ما زالوا الأفضل، يبزون بذلك الأمة التي منها فخر الخلائق محمد صلى الله عليه وآله؟ بهذا الأسلوب جعل الله ورسوله فاطمة عليها السلام في القمة التي لا يدانيها فيها أحد من دون أن يستفز المتربصين للانقضاض والإغارة على هذه المنقبة العظمى، وما ذاك إلا لما هو كائن في علم الله ورسوله من أن شخص فاطمة سيكون مستهدفا على مدى العصور، فلتتكرس الثوابت على رسلها بحيث لا يستطيع أحد لها نقبا. ثم يكمل رسولنا صلى الله عليه وآله ليقول لابنته عليها السلام: لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. هو العنوان الذي أعطاه الله في القرآن ليحيى بن زكريا عليه السلام. وميزة يحيى الأولى أنه الحصور، والحصور في بعض معانيها هو الذي يصبر على أذى قومه، والمجلس مجلس صبر وتصبر. تصبر الزهراء ويصبر معها أبوها صلى الله عليه وآله، ويوسم علي بالسيادة التي تاجها الصبر، الصبر الذي تعجز عنه الجبال الراسيات. من هنا قال زين العابدين عليه السلام أمام يزيد بن معاوية: أنا ابن أصبر الصابرين، في دلالة عميقة على حجم الصبر الذي تحمله جده سيد الأوصياء. والسيد في الدنيا أيضا هو رأس القوم، والذي يجب عليهم طاعته والانصياع لأوامره. هنا ألا يحق لنا أن نسأل عن فقه هذا الحديث؟ فعلى من كان علي عليه السلام سيدا في الدنيا؟ أوليس على المسلمين ممن هم دون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فلماذا عمد البعض إلى تأخيره عن رتبة السيادة تلك؟ وما هي المبررات لذلك؟ والسيد في الآخرة تعني من جملة ما تعني أنه قد وفى في دنياه بعهد الله الغليظ، ليس على الإيمان والإسلام فحسب، بل ما يتماشى مع رتبة كونه سيدا في الدنيا، فحمل السيادة معه إلى الآخرة. وكيف لنا أن نتعقل سيادته هناك في الآخرة إلا كشفاعة للموالين له، وإلا كطلب الإنصاف ممن بخسوه وأهل بيته حقهم، وإلا أن تحتك ركبتاه بركبتي النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المقام المحمود. نعيد السؤال: كيف أباح القوم لأنفسهم مضارعته ومقارعته، بل القتال ضده من البصرة إلى الشام في هبة واحدة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى عليه ولم يوصي به؟ ثم كانت الفقرة الأخيرة من النبي أن عليا لا يبغضه إلا كل منافق. هنا تمت السلسلة والتحمت فاطمة ميزان رضا الله وغضبه، علي ميزان الشرف الكوني حيث يغدو مبغضه وقد ولج عميقا في دين النفاق. ودين النفاق له شعب وتعرجات كثيرة ينضوي تحتها عناوين وعناوين. إذن لقد ساق النبي صلى الله عليه وآله صاحبه معه ليشهد حوار المعصومين، هذا الحوار الذي يجعل من الجوع والمرض بابا كبيرا لبث الأحاديث التي هي في عمقها تمثل الدين كله والإيمان كله. كل ذلك جرى على يد الزهراء عليها السلام وهي مريضة جائعة. ماذا يكون إذا زال عنها السقم وأروى قلبها شبع الوهج الذي ينهض به ولدها عليه السلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا؟ وأول القسط ومنتهى العدل أن يعيد مقام جدته سيدة النساء إلى عرش القلوب في هذه الأمة. والسؤال الأخير:
هل علم ابن شاهين الحافظ ماذا قدم لنا من خلال هذا الحديث الذي أورده في القرن الرابع في كتابه الذي استخرج في عصرنا هذا وأعيدت إليه الفاعلية؟ سؤال لا جواب له حقيقة إلا يوم القيامة حين تبلى السرائر. أحببت في هذه الحلقة أن أضيء على بعض من فقه هذا الحديث الذي نقله لنا ابن شاهين في كتابه هذا. طبعا مع الإشارة إلى أمر مهم، وهي أن الزهراء عليه السلام قالت لعمران بن حسين، يقول في الحديث أني رأيتها بعد ذلك قالت ما جعت قط، ما قالت أبدا. مما يعني أنه السائل عمران بن حسين كان في واد، وكان تخطيط رسول الله والزهراء في واد آخر. على أي حال يمكن التوسع في هذه المضامين العالية الراقية التي حقيقة أعجب كيف يمكن لأحد أن ينقل هذا الحديث ويفهمه فهما سطحيا. شو الربط بين أنك جائعة مريضة وبين أنك سيدة نساء العالمين وزوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وأصبري أصبري أصبري تصبري تصبري تصبري. ما ممكن أن نحمل كلام المعصوم عليه السلام على أنه من كل وادي عصى أبدا. فعلا لا بد من ربط هذه الأمور. طبعا نحن في أيام الزهراء، بعد عنا إذا الله أبقانا من الأحياء الأسبوع المقبل خماسي بيصير عنا 5 حلقات في بعض هذه المعاني، نسأل الله السداد. وقع أجركم على الزهراء. وبدي تشكرك على مقدمتك الرائعة. العفو سمحت الشيخ، من وهجكم. العفو. أرحب بكم مجددا وبالسادة المشاهدين. سمحت الشيخ، يعني حبذا لو نتوسع في كيفية تقسيم أدوار الهداية للمعصومين سلام الله عليهم لتتجلى أمام الناس. أولا، ما هو دور المعصوم؟ المعصوم من آدم إلى الإمام سلام الله، ما هو دوره؟ دوره أن يقيم حجة الله تعالى على الخلق، لأن إقامة الحجة ينجز علما، والعلم ينجز عملا. أبوضح بدون لغة العقد، أنا متى بصلي؟ متى أصلي؟ عندما يصبح لدي علم بوجوب الصلاة. العلم وحده لا يكفي، بده عمل. العلم الذي يوجب حجة، الحجة هي التي تلزمني، وإلا إذا العلم لا يوجب حجة. كثير من الأحيان بعض الأمور العلمية لا توجب حجة، مثل قطع القطاع الذي يقطع بأمر ثم ينكشف له خلافه. هذا علم لكنه لم يوجب حجة. إذن المعصوم ينشئ الحجة من عند الله، الحجة توجب عندي علم منجز، يجب علي الانصياع لهذا العلم، لأنه إما ناتج عن حجة أو ينتج حجة، يحقق حجة. نعم. يحقق. أنا تكليفي أن أدور حيث تدور حجة الله تعالى، كيف احتج الله علي؟ خلص تنجز التكليف بحقي، أصبحت مكلفا. نعم. وظيفة المعصوم ما هي؟ تبيان حجة الله عز وجل، تبيان حجة الله من لدن آدم إلى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه. طيب حجة الله مرة تكون صريحة واضحة لا لبس فيها، ومرة تكون بالدلالات الالتزامي، ومرة بدلالة مطابقية، ومرة هاي المصطلحات مش لإخواني المشاهدين من العام. خل وضح، عندما يخشى على الحجة أن يفقدها البعض بريقها،
أو أن يتسلل ليستلبها ويقتنصها فتصبح لديه، أو ليعيث فيها خرابا. بالخلاصة ثمة أناس ديدنهم التالي: تحريف الكلم عن مواضعه، أو تحريف الكلم من بعد مواضعه. مرة بتحرف النص الذي ينشئ الحجة، كما حصل في كتب سماوية سابقة. ما معقول اقبل ما هو موجود من توراة بين أيدي الناس لسبب بسيط: هذا التوراة الموجود بين أيدي الناس من المفترض أنه وحي سماوي أنزل على موسى، ما هيك؟ طيب كيف يصف التوراة دفن موسى؟ ممات. هذه الفقرة على الأقل تشي بوجود عبث ما في مكان ما، مما يجعلني أعيد النظر في النص. هذا تحريف للنص، وفي تحريف للكلم من بعد مواضع، يعني تحريف تأويل، تحريف تفسير. وهذا ابتليت به هذه الأمة أكثر من تحريف الكلم، أقصد بالكلم هنا القرآن الكريم. ابتليت هذه الأمة بتحريف التأويل، لأنها رفضت أن تنصاع لحارسه الوحيد المؤتمن، وهو الإمام المعصوم المنصوص عليه. دعك من هذا، شو بدك بها المسألة؟ ليس الآن وقت طرحها. طيب، فإذا ستتعدد أساليب الحج حتما. شو الخوف على أقم الصلاة؟ ما في خوف عليها، هي تكليف سينصاع له الجميع، وبالعكس حتى المنافق سيرغب بالصلاة ليسجل اسمه. ما هي الحالة التي تزيل عنه صفة النفاق؟ أن يحضر الصلاة ويراه الناس يصلي. لذلك ما في لزوم لاستعمال المناورات اللفظية للقول للناس لإقامة الحجة بوجوب الصلاة. أقم الصلاة خلاص. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت فرضا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا الحجية تتنجس بلفظ واضح وصريح. مرة لا، الحجية لا تكون ناجزة إلا أن تصدر من شخص بعينه. قال الله مخاطبا عيسى ونقل الله لنا خطابه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يعني سأله الله ونقل لنا السؤال والجواب، لأن الجواب من عيسى يكون آكد في الحجي. إن الله سبحانه لا ينتقص من نفسه هنا أبدا، جلت عظمته تبارك وتعالى. لكنه جاء من فم عيسى بما يرضي قوما كانوا سيلقون القبض على عيسى لتدجينه على هواه، فأنشأ سدا من عيسى نفسه. طيب، الله سبحانه وتعالى نقل لنا كلام إبليس كاملا ومناوراته مع الله وحججه، لكنه في صدد الرد المباشر: إنك من المرجومين ملعونين، لعنه. وهذا شأن الله عز وجل. لكن إقامة للحجة كيف بيّن لنا بطريق لا يفهمه إلا أولو الألباب؟ وبالفعل إنما يذكر أولو الألباب. من كان له لب يستطيع أن يستكشف مواطن الحجية في كتاب الله عز وجل. ونحن لحالنا ما بنقدر، لابد لنا من حارس أمين منصب يكشف لنا هذه الأمور. خلقته من طين وخلقتني من نار، بكل الموازين يا رب العالمين النار أفضل من الطين، وبالتالي أنا أرقى خلقا، راقي لا يسجد لمن هو دون منه أدوم منه. أنا سجدت لك إلك لأنك الله،
نعم. أما كل جزائي منك بعد 6-7 آلاف سنة سجدي واحدة تسجدني لهذا المخلوق الطيني، مو أنت علمتنا يا رب موازين العدل والقسط؟ هنا التشاطر على رب العالمين. جاءه الرد وبعد آلاف السنوات حين أفصح رسول الله صلى الله عليه وآله عن وحي يوحى إليه: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ليش الله يسألون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ هل يوجد بني آدم في الدنيا بيقول أنا أنشأت شجرة؟ ما بيقدر يقول. بس ليش؟ لأن النار من الحطب، والحطب من الشجر، والشجر لا بد طين وأن ينبت في صخر أو رمل أو أرض أو طين، لا بد، أو مما هو منتوج من الأرض. هلأ بيطلع لي واحد نقول عم نزرع حبوب مكملات غذائية بقطن، قطن من الأرض وهو بارد جامد كالطين. فإذا ترجع بعض النار في أصولها إلى طين إلى الأرض. بس ما قالها الله مباشرة، قالها بما لا يفسح مجال لإبليس وجماعته أن ينقضوا على الاستدلال. سبحان الله. طيب، هذا أسلوب. أسلوب آخر كان يستعمل في القرآن الكريم. الناس لولا قضية الخضر وموسى لم تكن لتميز بين الحكم الواقعي والظاهر. والحكم الظاهري. شوف، المعصوم فيما بينه وبين نفسه يحكم بالحكم الواقعي، شأنه هذا، مختصاته. يعني هاي العباءة إذا فيها نجاسة، عين نجاسة، دم أو بول كرمكم الله، لا يمكن لي الصلاة فيها ولو كان فيها قطرة ميكرو، يعني أصغر قطرة ممكن تتصور ظاهرها. ماشي. طيب أنا تكليفي شو؟ إن علمت أن قطرة دم سقطت بدي طهرها، تكليفي طهر. غير هيك مش تكليفي، أنا لم أرى النجاسة إلا هنا. المعصوم لا، حكم واقعي بينه وبين نفسه. رسول الله أبدا لا يشرب ماء متنجسا، بيعرف والله يعصمه. أبدا ما بيصلي بثوب متنجس أو فيه نجاسة خفيت عليه، ما في شيء خفيت عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين الناس هلأ بحكي. فإذا في حكم واقعي وفي حكم ظاهري، تكليفي وتكليفك، تكليف إخواننا المشاهدين، الحكم الظاهري. نعم. الخضر قال له ربه أحكم بالواقع، تكليفك أنت بالتحديد الواقع، الواقع وما فعلته عن أمري. طبعا أمر مين؟ أمر الله، أمر الله عز وجل. إذن تكليف الواقع، موسى يعلم. نعم. يعلم بالواقع بما يتعلق به، لكن تكليفه أن يأمر الناس ويحاسبهم على الحكم الظاهري. لذلك كان ثمة اعتراض قوي، أنت شو عم تساوي؟ عم تشوه شريعة تعب عليها الأنبياء. لسان حال موسى عليه السلام، أقتلت نفسا زاكية أو زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا. طبعا سيستنكر عليه، لأن مسراه مسرى الحكم الظاهر، تبليغ الحكم الظاهر. هلأ بينه وبين ربه ما قال لي شغل بين موسى وربه كمعصوم. نعم. الخضر عليه السلام قال له تكليفي الواقع، فأنت لن تستطيع معي صبرا، لأن تكليفي غير تكليفك، وبالتالي لا أنا فيني امشي بتكاليفك ولا أنت فيك تمشي بتكاليفي. لو وسعت دائرة عمل الخضر ونزل مع موسى إلى بني إسرائيل كان خرب له شغله كاملا، لأن موسى مفروض يقضي بين بني إسرائيل بالحكم الظاهري على المدعي البيني وعلى المنكر اليمين. اليمين. الخضر لا بيجيب شهود ولا بيجيب مدعين ولا شيء، بيقتل حكم واقع، يقطع
يعيد الحق إلى أصحابه دون أن يسأل أحدا ستضج منه الناس. تمام. لذلك نحن لم نحرز أن الخضر عمل بالحكم الواقعي إلا في ثلاث مواقع ذكرها القرآن، في بقية حياته ما بعرف ما هو تكليفه، وإن كنت أميل إلى أن الرجل تكليفه دائما الحكم الواقع، ولذلك هو بعيد عن الناس أو عمن هو أعلى منه رتبة، وهذا كلام له. برجع للموضوع، يا أخي داود وسليمان مو حكما في حرث القوم إذ نفشت فيه الأغنام، يعني دخلت فيه ليلا فأهلكته. داود شو حكم؟ بحكم غير حكم سليمان، وبينته في بعض الحلقات. الله شو قال؟ فهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما واحد. يعني لم ينفي حكم داود. إذن فينا نفهم أنه قد يكون لله عز وجل في واقعة واحدة حكمان مرضيان مقبولة. هذا مين بيحدده؟ بيحدده المعصوم، مش أهواء الناس. طيب عندما تكون خائف على الدين، أنت كشخص عادي كيف بتمرره؟ لأن أنت بتبقى متوضي وتعلم أن أخاك في البيت ابن أمك وأبيك لا يحسن وضوءه، شو بتصير تسوي؟ أكبر منك سنان وما بيقبل الكلمة، بتصير تتوضأ قدامه على أمل أن يسألك ليش بتعمل هيك فبتصحح له، أو على الأقل بيشوفك أنت عم تتوضأ بيصير يصحح لنفسه من خلال الأسئلة بطريقة غير مباشرة. علما إذا جيت قلت له أنه أنت يا خي بعد ما تعمل إيدك لا تساوي هيك على اليمين، بده يقول لك حل عني، طبعه هو هالشكل، صح؟ فبتتعمد تستعمل اسلوب، فما بالك بالاوصياء والانبياء والاولياء الله يسدده. نرجع لموضوع الزهراء عليها السلام مريضه ويعلم رسول الله بمرضها، شو بده بعمران ابن حسين ياخده معه اولا؟ ثم لم يكن في مجلسه الا عمران ابن حسين، هل اختصه بدعوة فقط أم دعا من معه؟ كمان أسئلة. لماذا حجب عن بقية رسول الله لم يأخذ معه إلا عمران بن حصين؟ وإن كان قد دعاهم لماذا لم يلبوا؟ وما حدا يقول لي لا ما معقول دعاهم وما لبوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا وتركوك قائما. تركوك قائما، وهذا عم يحكي عن مصلين مش عن أبو جهل وربعه. صحيح. لا عن مصلين في المدينة بعد تشريع صلاة الجمعة. نعم. في روايات أنه مرة من المرات لم يبقى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 12 بني آدم، وين راحوا وين فلوا؟ الله قايل لهم إذا قضيت الصلاة بس تنتهي الصلاة انتشروا، هم من الأساس منتشروا. فما راحوا دعاهم؟ أسئلة لم تكشف لنا الرواية عنها. طيب راح قالت ادخل يا رسول الله، قال أنا ومن معي؟ قالت عندي عباءة مغطيتني، مع ذلك زاد فأعطاها ملاءة خلقت قديمة معه كان على كتفاه أو شيء، قال شدي بها على رأسك فوق ردائها وأدخل عمران معه. طيب الزهراء عليها السلام لما بيسألها أبوها بتقول له وجع ويزيد في وجعي الجوع، يبدو أن حالة الجوع كانت ضاربة، وإلا لأرسل رسول الله عمران إلى إحدى حجراته يأتيها بالطعام. قال تصبري حتى أنا ما قادر أسعفك بهذا. طيب مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، عظمة رسول الله،
أنت سيدة نساء العالمين، يا سيدتي يا مولاتي، يزيد في وجعي جوعي، ما هي الرسالة التي تريدين إيصالها؟ هنا يبدأ التناغم بين المعصومين عليهما السلام، ليصلنا الكلام من خلال عمران ابن حسين. ولو صعد رسول الله إلى المنبر فألقى بهذا الكلام مباشرة لازدادت مراجل الحقد في النفوس، ولن قضوا حتى على لقب سيدة النساء ليعطوه لآخرين. شوف كيف مرأت الحجية بسلاسي. بنتك تشتكي لك المرض والجوع، تصبري. طيب، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، يعني ستتصبر لأنها لا تعصي لرسول الله أمرا لرضا الله. شو معناته هذا؟ لمن يفقه، إن من تصبر في حياة أبيها رأس الكون على المرض والجوع، هي أصبر عليه ما بعده. ما بعده لا. هي أصبر عليهما. إذن يا أيها الذين يدعون أنها طالبت بحقها بأمور شخصية لحاجة مادية ولتسد جوعها، سد الله أفواهكم جميعا، أنتوا غلطانين كتير كتير غلطانين. ما جعت قط، لأنها قالت لعمران ما جعت قط، مش أبدا أو لم أكن جائعة. حكت الواقع تعمي على الرجل بمقدار عقله، ما جعت قط، مش يعني بعدها ما عجعت. أنا قد يكون قصدها أني ما جعت قبلها، ما كنت جائعة، وإنما قلت لرسول الله ما قلت لنستخرج من فمه الحجي. ولذلك تكرر منها: يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين كذا، قال كفيلك مأمون. بيعد الأمور الشخصية أمير المؤمنين لتبقى قضية الزهراء قضية مركزية في وجدان الأمة، أنها لم تطالب بتراب فدك، إنما طالبت بفدك الرمز وبالعوالي الرمز التي تشكل مظلمة أمة، وهي تريد فدك، حتما تريده حقها، لا بدها تفرط فيه. طيب، جوعانة ومريضة، وتصبري تصبرت، فجأة بتصير سيدة نساء العالمين. هيك توزيع الألقاب، أو لا، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أنا أوان كشفه الآن. هو هذا، نعم، بحضور ناقل الرواية عمران بن حسين. ما بدي الشخص، بدي الحادثة تاخدها بمجملها. سيدة نساء العالمين، هل لقب سيغيرون عليه؟ حتما. فإن لم يستطيعوا سيضعون مريم في الواجهة. الزهراء قالت له: يا ليتها ماتت، يعني ذكرته بقولي أو ذكرت قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نقلتها بصيغة ضمير الغائب، ومعروفي أن الآية قال: بنيا هي سيدة نساء عالمها، أنت سيدة نساء عالمك، وعالمك أفضل من عالمها، فأنت سيدة نساء العالم. هنا سيصطدم المؤولون بآية، أنه إيه، ماذا تقولون في قول الله عز وجل: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاء مرتين، تكذبون آيات الله. لا يا أخي، مريم عراسي وعيني وسيدة النساء، بس في عالمها ثمة من هو أعلى رتبة منها بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا وغيره. لا، أنتم تعارضون القرآن. طيب، ما في بالقرآن نفس الآية لبني إسرائيل: وإني فضلتكم على العالمين. ما زالوا هم الأفضل؟ من يقول من المسلمين ما زالوا هم؟ بعد أن أصبح رسول الله رأس هذه الأمة، أصبحت هذه الأمة خير أمة، أخرجت للناس خير أمة، فإذا التفضيل كان إنا ما في عالمهم، كذلك اصطفاء مريم صلوات الله وسلامه عليها في عالمها. مرأت
زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخر. ما هو السيد؟ الذي يرأس القوم. طيب سيد على رسول الله مستحيل. علي يقول إنما أنا عبد من عبيد الرسول. سيد على مين؟ هل علي عليه السلام سيدا على الحسن والحسين؟ حتما حتما، هو إمامهم وأبوهم وسيدهم، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني هو سيد مضاعف. علي سيد على سيدة النساء بقولها، قالت البيت بيتك والحرة أمتك. طيب إذا ساد على هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجز، بعد منحكي هو يسود على حاطب ابن أبي بلتعة ولا على مصطح ابن أساسة ولا على فلان وعلان؟ عيب. السيد لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة ليحيى ابن زكريا، ذكره الله بأنه سيد حصور. المفسرون قالوا الحصور الذي لا إربة له في النساء. أخ، يعني الله يقرن سيادته بأنه لا إربة له في النساء؟ طيب مع عيسى ابن مريم لا إربة له في النساء، لماذا لم يذكر حصوريته؟ الحصور عندما تقرن بكلمة سيد من يسود القوم بأخلاقه، وحصور يصبر على أذاهم، مش سيد بطاش. علي عليه السلام من هذا المجلس الصبر، يا ابنتي تصبري تصبري، سيصبر كصبرك أو يفوق عليه. لذا زين العابدين قال أنا ابن أصبر الصابرين. فلذا هو سيد، سيد لأن الله أراده سيد، وسيد لأنه يصبر على أذى القوم، القوم ليبقى دين الله. وهذا مجلسنا دين الله، أمرر فيه للأمة هذه المعاني لمن ألقى السمع وهو شهيد. ثم توج الأمر بأن زوجك علي لا يبغضه إلا كل منافق. عجيب، شوف كيف اكتملت الأثاث العز. محمد صلى الله عليه وآله ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فاطمة يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. علي سيد يحمل سيادته إلى الآخرة شفاعة وكشف مظالم، ومن كونه سيد أن يكون في رتبة ابن عمه صلى الله عليه وآله، لأنه علي مني وأنا من علي، علي مني كنفسي، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم. ثم لا يبغضه إلا كل منافق، أصبح هو ميزان الإيمان والنفاق، بل ميزان الإيمان والكفر، لأن النفاق في بعض شعبه كفر. بعض المنافقين في الدرك الأسفل من النار. علي هو الميزان، ولذا كانت الأنصار تعرف طيب مولد أبنائها بعرض حب علي أو بعرض علي نفسه. يعني صار بنيوي جيني هذا السيد في الدنيا وفي الآخرة، دخل في التركيب حتى الجسدي، في طهارة المولد، في نفاق المنافقين، الفيصل هو علي. طيب عجبت وليس ينقطع عجبي من أمة تقرأ هذا الحديث ولا تعطي للزهراء حقها، ولا تضع الزهراء في الموضع الذي وضعها الله فيه ورسوله. أنا بعتذر منكم على الإطالة، لكن حديث كهذا واقعا وحقيقة طبع مؤخرا، يعني لم يكن مطبوعا كتاب أو كتيب ابن شاهين، وهو ما يعني مجددا طبع وعلق عليه. كنت أتصفحه منذ حين وصلني، فوجدت فيه أحاديث موجودة في بقية الكتب، لكن يبدو
أن أسانيده مما اختص بها في القرن الرابع قريب عهد الرجل، مما اختص بها ابن شاهين. الآن قد يقول قائل أنه شيخنا في سنده خدشة، في خي إيه، هذا ممكن أن تجده لو كان حديثا فاردا، أما كونها سيدة نساء، أما كون زوجها سيد في الدنيا، أما كون لا يبغضه إلا كل منافق، ما قد طفحت بهذا الكتب، فله مؤيدات من خارجه لو قال قائل بضعف السند، والسند ليس ضعيفا على مبناهم مش على مبنايا. أنا عندي مباني أخرى. اسمح لي سمحت شيخنا، طلبنا الاتصال الأول من مصطفى من بغداد. مصطفى سلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ مصطفى تفضل. العفو شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شيخنا، هل يعني يدعي البعض أن إذا قرأت هذه الآية لمدة 40 يوم تنكشف بعض الحقائق يعني العامة أو الشخصية؟ يعني هل لهذا الادعاء من الصحة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. شيخنا، بس يعني كيف يأمر الله سبحانه وتعالى بالفسق؟ يعني الأمر هنا يعني حقيقي أم مجازي؟ ولماذا الإهلاك شمل أهل القرية كلهم، يعني مو فقط المترفين؟ وهل لنا شيخنا أن نوجه الآية بقراءة أخرى، وهي يعني أن نقول يعني مو أمرنا، أمرنا مترفيها، ممكن تكون هيك قراءة؟ ممنون شيخنا. شكرا لك مصطفى. أبو حسين من العراق. أبو حسين سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام على الشيخ الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا الشيخ، عندي سؤال. تفضل تفضل. السؤال الأول، أفضل طريقة للصلاة على السيدة الزهراء عليه السلام؟ أفضل طريقة للصلاة على السيدة الزهراء. والسؤال الثاني، لو افترضنا صحة الحديث اللي يقول نحن معاشر الأنبياء أنها نورث ما تركناه صدقة، إذا اعتبرنا ما الاسم ما موجود بالحديث اسم موصول، فلازم الحديث ينقرب صورة كاملة نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فإذا قرأناه بهذه الطريقة هل فقط المعصومين والأنبياء ما يورثون الصدقات أم الجميع ما يورثون الصدقات؟ وشكرا لكم. شكرا لك أبو حسين. أبو محمد من العراق، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أبو محمد، تفضل. السلام لك وللشيخ. وعليك السلام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو محمد. شيخنا الجليل، ورد حديث مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله يقول فيه بعثت بين جاهليتين لأخراهما أشد من أولاهما. أولا يعني ما مدى صحة هذا الحديث؟ ثانيا، هل هنالك إشارة قرآنية تشير يرتبط بها هذا الحديث كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ السؤال الثاني، ألو؟ تفضل أبو محمد عم نسمع. السؤال الثاني، الآيات الواردة في بني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، والآية الواردة الآيات الواردة في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد أخرهما بعثنا عليكم عبادة لنا أولي بأس شديد. هل هذه الآيتين، هل كرر سؤالك، هل هناك ارتباط بين هذه الآيتين والحديث؟ نعم واضح أبو محمد، شكرا لك. زينب من العراق. زينب سلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام زينب، تفضلي. آخر سؤال، إذا أراد شخص الاستغاثة بالزهراء سلام الله عليها، يعني أكو دعاء خاص أو صلاة أو يعني شو هي طريقة الاستغاثة بالزهراء سلام الله عليها؟ ما فهمت السؤال. هل من دعاء خاص للتوسل بالزهراء سلام الله عليها؟
دعاء أو صلاة، يعني هل هناك صلاة الاستغاثة بالزهراء سامها عليها؟ يعني هي صحيحة؟ واضح يعني موجودة؟ واضح هذا لكم. السؤال نعم. شكرا لكم. شكرا لك ماهر. بعد سؤال واحد. ماهر من العراق، السلام عليكم أخ ماهر، تفضلوا. السلام عليكم سيد أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. حياك جنابك ولا حياك الله. هلا ومرحبا. سؤالي لا سمحت الشيخ، السيرة طبعا نحن من خلال برنامجكم وحلقاتكم المباركة حول سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، هجرة السيدة فاطمة الزهراء حول إلى يعني رأي أهل السنة ورأي الشيعة الاثنى عشرية، عمرها ومن كان بصحبتها خلال هجرتها. نعم شكرا لك أخ ماهر وشكرا لكل من اتصل. تفضل سماحة الشيخ مع أخ مصطفى من بغداد. يا رب. أخ مصطفى خلينا نأسس ثوابت. تفضل. لا شك أن كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. ولا شك أن كتاب الله عز وجل فيه تبيان لكل شيء، لكل شيء. ولا شك أن القرآن فيه تفصيل كل شيء. نعم. ولا شك أن القرآن لم يفرط الله فيه بشيء. كيف؟ مو لما نمنجي نحن منقول للبعض أنه رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، بيطلع واحد متفلسف وبعض الفلسفة زندقة بيقول يعني رسول الله الآن بيعرف واحد عنده بسطة باكستان عم يبيع قصب ماس قصب سكر، بيعرف شو اسمه؟ أقول له ربك يقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول وكل شيء أحصينا، ويقول فيه تبيان كل شيء. وين الباكستاني صاحبك بالقرآن؟ طيلع لي جيبه. القرآن له مفاتيح، والمعصوم له عصمة وتسديد من الله، فما يتعلق بحجيته من غيب لا بد أن يزود به. كيف؟ ما هي الآلية؟ هذا من مختصات المعصوم، ربما إذا أراد أن يعلم علم. كما أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وكل شيء أحصاه ربنا. مين اللي بيقدر يعرف من مغاليق القرآن؟ من هو مستأمن على القرآن؟ حراس القرآن. ومن هو حارس للقرآن؟ فإذا لابد من مقاربة القرآن الكريم بواسطة الذين يستنبطونه، والذين يستنبطونه ليس كل باعق وناعق. الذين يستنبطونه يجب أن يكون لديهم رخصة استنباط من عند الله عز وجل. ما هو الاجتهاد عند الشيعة؟ القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرر. هلأ إذا جيت أنا زعمت أني مجتهد قادر على استنباط الحكم الشرعي من مدركه، سيخرج آلاف المشاهدين شو بدهم يقولوا لي؟ يقولوا شيخنا ديدننا وعادتنا أن المستنبط من هذه الطائفة يجب أن يحظى بشهادة ممن يفقه أنه مستنبط، يعني من أساتذته. نعم. وين إجازات الاجتهاد تبعك؟ أول كلمة. وعجيبة بتسأله محمد كنعان وما بتسأله المستنبطين في كتاب ربكم، مين أعطاهم إجازة استنباط؟ المجاز بالاستنباط يجب أن يكون من قبل الله عز وجل، وإلا بيصير على رأي إخوانا العراقيين كلاوات بكلاوات، ما بتزبط. صحيح. ما بتزبط. رحم الله صديقي كان
نجيب جمال الدين شو بيقول؟ اللهم صل على محمد. أو كل من لف العمامة والتحى وأطال سجدة سهوه علام، أو كل من أما الخميلة بلبل، أو كل من سكن الشرى ضرغام، أو كل من حمل الجناح محلق كذب فأجنحة النعام هلام. إذن حتى نتسلط على كتاب الله لابد من مقاربته من خلال الأبواب. أنا مدينة العلم وعلي بابها. شو العلم؟ مو منه علم القرآن؟ علي بابها. ولا تؤتى المدن إلا من أبوابها. أنا دار الحكمة بعد أدق من العلم وعلي بابها. إن استطعت أن تصل إلى مغاليق الآيات بطريق عن المعصوم قد أوافقك الرأي على أن بعض الآيات لها خصوصيات معينة ما ورد عن المعصوم. أما ما اختلط فيه التصوف بالفلسفة بما يسمى ببعض العرفان لا، أنا لا أقبل به أبدا، لأنه أول مطب يقع فيه هؤلاء من تسرب روائح الصوفية إلى بعض من يدعون وصلا بليلى. أولا الله سبحانه وتعالى حبس نفسك في جسدك. أول الانصياع أن ترضى بما خلقك الله به. مجرد أن تسعى لخروج هذه النفس في غير أوانها، متى تخرج النفس؟ أنت ونايم وبس تموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيها. السعي لتفليت الجسم من هذا القالب الجسماني المحبوس به كان أولى بالمعصوم. مو في، هل سمعت معصوما تفلتت نفسه؟ ما قالوا له الإمام الصادق فلان إذا قرأ القرآن يغشى عليه بخشب، قال اجعلوه على حائط عالي وقرأوا عليه القرآن لشوف بيغبى، إذا وقع ستدق عنقه. يعني الإمام مولانا أورده مورد المسخرة لهذا الرجل، ونحن على نهج إمام الله حاطت نفسك في جسدك. أنت عوين قامت فلتها تزعم أن لك ارتحالات وملكوت وما بعرف شو إلى آخره، مما جاء به بعض المتصوفين أو أكثرهم. الآية اللي عم تتفضل فيها كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أن الدنيا تغطي البصيرة التامة المودعة في ابن آدم، بالتالي يرى ما يسمح له عندما يموت ويرد يوم القيامة يكشف له عن كامل بصره فيرى الحقائق. هذا أول تفسير. وللقرآن ظاهر وسبعين باطن. الآن بسألك سؤال، إذا صح عن المعصوم، إذا صح، أنا الآن ما عندي علم أنك إذا قرأتها ألف وما بعرف كم مرة بالنهار وأنت على وضوء متوجه للقبلة وبتمتمات معينة لنفرض وأربعين يوم سترى أمور، شو بدك تشوف؟ ماذا سترى؟ أول. ثانيا، أو كل من لف العمامة والتحى وأطال سجدة سهوه علامه. طيب إذا ثبت وجود حديث وطبقته كما هو وأنت تأكل شبهة أو حرام والعياذ بالله، أي بصيرة وأي كشف سيكشف لك؟ دعك، هذا هين يمكن تجنب، نأكل من خشاش الأرض. هل في قلبك ذرة حقد في مكان ما، حسد في مكان ما إلى آخره؟ مهدي المرآة إن لم تكن صافي يا ابن أخي لا يمكن أن تعكس الأمور. شو اجوا رحمة العالمين بنا أهل البيت، اجوا حطونا هالأدعية وعلمونا كيف نلج إلى الآيات بأسلوب لا يكون فيه رهق، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا، لأنه الشياطين عم يلفوا على بعضهم البعض. عندما تأتي إلى إمامك صلوات الله وسلامه عليه
بدك تزوره ما فيك تزوره عزوقك وتخترق له زيارة. في أدب. لا، بعت له الحمير إلى الإمام، بدنا نزورك. بعت له زيارة آل ياسين مع عتب في أولها، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياتي. السلام عليك يا باب الله وديان دين. إذا قال لك الإمام مثلا سورة الزلزلة تعادل ربع القرآن فقرأها أربعا، ماشي. سورة قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن، نقرأها ثلاث مرات. هنا صرت عم تحكي أنك تتكئ على حديث لمعصوم. معصوم. هلأ شو بيصير معك؟ يجري الله الحكمة. وليس كل من ادعى يصدق في دعوة. في ناس على مدى التاريخ كانوا يزعمون أنهم يرون وتنكشف لهم الأمور والحقيقة ما سعيهم إلا باطل. في بعض أهل الكشف قال كنت أرى الرافضة على هيئة الخنازير. هذا كيف بدي صدقه وهو قد التتلتن في الناصب بأية حال. حبيبي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ثمة قراءة كما تفضل، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمر القوم عليهم مترفيهم. انتبه، الله ركز في القرآن على الرأي العام، ما يسمى بالرأي العام. ودائما أو بالأعم الأغلب ورد الرأي العام في موضع ذن. قال الملأ الذين أترفوا، قال الملأ من حوله، دائما الملأ يعارضون الأنبياء. إذن لواقعنا الرأي العام لا يصنع دينا ترى، وأحيانا قد يكون الرأي العام خلاف الدين. الرأي العام يجب أن ينجبها للنص، مش أن يعدل النصوص وينشئ النصوص. فإذا في ملأ صفتهم أنهم مترفون، والمترف قد يكون مترف بنفسه وقد يكون مترف بماله، والترف ترف قد يكون ترف ثقافي لا طائل منه، قد يكون ترف ثقافي لا طائل منه. أمرنا مترفية في قراءة، بس في ما هو أهم من هذا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالعدل ففسقوا. لأن الله ما بحاجة يذكر أنه أمر بالعدل، لأن الله لا يأمر إلا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولذا مو بحاجة، لأن الجميل لا يصدر منه إلا جميل، والعظيم لا يصدر منه إلا العظم. ما في لزوم يذكر المضمر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالعدل ففسقوا، أو أمرناهم بالإيمان ففسقوا، أو أمرناهم بما هو من عند الله ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. السؤال الخطير الذي تفضلت به، طيب لماذا تهلك القرية بكاملها؟ أليس فيها رجل رشيد؟ أليس فيها امرأة صالحة؟ لماذا يذهب الصالح مع الطالح؟ لأن الله نبهنا، قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لأن الفتنة الاجتماعية العذابية العامة تأتي عامة ولا تكون لأشخاص دون أشخاص. السبب أولا في آخرة، ومن يقتل أو يذهب مظلوما أجره على الله. واحد. اثنان، أوحى الله إلى شعيب إني معذب من قومك 100,000،
60 من خيارهم و40 من شرارهم. قال يا رب هذا حال الأشرار يعذبون، فما بال الأخيار؟ قال بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وداهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. إذن أمرنا مترفيها أن يعدلوا ففسقوا، فلم يجدوا من يردعهم بأمر بمعروف، وداهنتهم القرية كلها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. طيب أبو حسين، أفضل طريقة للصلاة على السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه، ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في زيارتها، وأيضا أن يقول الإنسان اللهم صلي وسلم على فاطمة. قد يقول قائل ما بكم تجاوزتم رسول الله؟ نحن عندما نصلي على الزهراء إنما نصلي على رسول الله، لقوله صلى الله عليه وآله من صلى عليك يا فاطمة فهو معي في الجنة، وهذا ما شرحته قبل أسبوعين أو الأسبوع الماضي في إحدى الحلقات. أنا شخصيا أقول صلوات الله وسلامه عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته، وهي صيغة درج عليها علماؤنا أعلى الله كلماتي. بسؤاله الثاني، نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، وما تركناه صدق. أولا عندنا أكثر من علامة استفهام حول هذا الحديث. لو قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني أنا محمد لا أورث ما تركته صدقة كان في كلام آخر، لكن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طيب الكلام فيه إطلاق وفيه تقييد، ما هيك؟ والمطلق لا يقيد إلا بقيد ظاهر بين، ولا يمكن التقييد المطلق بتخرصات. مثلا إذا قلت لكم الآن لإخواني المشاهدين أريد منكم من كل واحد منكم شربة ماء، شو بتفهموا من كلامي؟ كل من هو على الهواء الآن يسمعني أريد منه شربة ماء. ما بيقدر واحد يقول لي شيخنا أنا لم أعتبر نفسي معني بهذا الكلام، ليش ما كنت عم تشوفني وقادر أنت لأنك بالسجن ولأنك مريض بالمستشفى وقادر أن تأتيني بشربة ماء؟ أحتج عليه بالإطلاق. من أين جئت بالمقيد؟ لماذا قيدت وأخرجت نفسك من عموم الخطاب؟ إلي حق. طيب وورث سليمان داود، بماذا ورثه؟ إن قلتم بالعلم فقط فما هو دليل القيد لإطلاق كلمة ورث؟ ورث يعني ورث كل شيء، كل شيء، علم ومصاري ومادي وبيوت. وورث سليمان داود يرثني ويرث من آل يعقوب، ما قال يرثني ويرث آل يعقوب، لأنه لو قال كذلك لقال قائل ها شفت يرث العلم فقط من آل يعقوب. أما عندما قال من يرث أيضا ميل، لأن له شركاء من أبناء العمومة فيما هو الجد الأعلى، فيرثني مطلقا ويرث من آل يعقوب. وإلا لو كان علما فقط وعصمي كان قال يرثني ويرث آل يعقوب، لأنه فعلا الوريث الوحيد. هو الوريث الوحيد مفترض لهذا الجانب. فإذا إطلاق كتاب الله بهذه الصورة تتكرر مع الأنبياء يجعلنا نضع علامة استفهام على كلمة نحن معاشر الأنبياء، لأنه قد ثبت أنهم ورثوا بالمطلق ولا قيد له. يمكن القول إن نحن معاشر الأنبياء لا نورث الذي، يعني موصولي ما بمعنى الذي
لا نورث الذي تركناه صدقة. يعني أنا إذا أعطيت كنبي لفلان من الناس صدقة، أوعى حدا من وراثي يطالبونه به، لا تركته إلى خو، هذا ما يحتاج إلى بيني ولا دليل. وهذا يصير مع الناس العاديين، أن لو تصدق أبي بصدقة هل يجوز لي استردادها بعد وفاته؟ من يقول بهذا؟ حتى لو كنت الوريث الوحيد، ما حدا بيقول هذا الكلام. فلا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث على اختلاف ما تركناه صدقة. هذا إن صح الحديث لابد من توجيهه باتجاه معين، ليس الآن وقت التوسع في شرحه. ولذا الزهراء قالت: أفي كتاب الله يا ابن أبي قحافة ترث أباك ولا أرث أبي؟ أنت جاي تخصص عمومات القرآن بحديث تدعيه أنت ومن معك؟ وإن كان ثمة حديث غاب عن ابن عمي وهو وصيه ووارث علمه و ما بيصير هذا الكلام. فمن هنا كانت صلوات الله وسلامه عليها تؤكد على استدلالاتها من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال الحجة التي تقرع الحج. أبو محمد أدبع ما يوقع 4 دقائق أخ، خليني جاوب زينب من العراق، وبخلي أبو محمد أماني بعيوني أبو محمد، لأنه أسئلتك جدا دقيقة وماهر، بخليها للأسبوع المقبل. هل من دعاء خاص للتوسل بالزهراء؟ نعم، ثمة أدعي كثيرة للتوسل في صلاة الزهراء وفي حرز الزهراء وفي صلاة الاستغاثة بالبتول التي أدرجها المرحوم عباس القمي في كتاب الباقيات الصالحات الملحق بكتاب مفاتيح الجنان. وثمة استغاثات وأدعية كثيرة أوردها بعض العلماء تعتبر من مجربات الإمامية تناقلها القوم في كتبهم. ماهر من العراق، إن كان ماهر صديقنا فأهلا ومرحبا، كأني استشبهت بصوته. وأنا كذلك. هجرة الزهراء إلى المدينة، تركها رسول الله في المدينة في مكة عندما خرج، وأوكل إلى علي عليه السلام أن يهاجر معه الفواطم. من هن الفواطم؟ سيدة النساء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وكانت آنذاك يعني دون 9 سنوات حتما صغيرة، لأن عليا تزوجها في العام الثاني للهجرة، يعني بعد ورودهم إلى المدينة. هلأ إذا كانت قد ولدت في السنة 6 للبعثة، فمن المفترض عمرها 8 سنوات. نعم، من المفترض آنذاك عندما هاجرت. وهاجرت معه أمه أم علي فاطمة بنت أسد، وهاجرت معه فاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عمه، عمه الزبير ابن عبد المطلب، مو الزبير ابن العوام، لا الزبير ابن عبد المطلب، وكان لعبد المطلب 10 من البنين. وهاجرت معه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي زوجها لزيد بن حارثة فأولدت له أسامة ابن زيد. وهاجر معها أيمن ابن أم أيمن، وهاجر معه بعض المستضعفين من مكة، وكان رسول الله قد تركه ليؤدي ديونه، وكان المشركون يمنعون الناس من الهجرة، فكان الناس يتسربون سرا، إلا علي دخل إلى النادي قال: إني مهاجر إلى رسول الله غدا، فمن أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده فليلقني خلف هذا الوادي. وأخذ الضعينة وسار بقافلته ومعه مستضعفو مكة، تبعه القوم، فكانوا 8، قتل منهم 2 في بعض الروايات أو 1 من مواليهم في رواية أخرى، فهابوه، فحل عقال الهجن وسار بالنساء، وهو أبى إلا أن يمشي تأسيا وحبا وكرامة لرسول الله هو وأمه، حتى تشخبت
قدماهما بالدم ونزل في الجميع قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وكان رسول الله لم يدخل المدينة بعد ينتظرهم في قباء وحيث أسس مسجده إلى أن ورد علي عليه السلام فتنفس رسول الله الصعداء بورود علي. أبو محمد إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. أنت بألف خير إن شاء الله وجميع إخواني المشاهدين. وأنت إن شاء الله سمحت الشيخ. خلص الوقت. شكرا لك. نعم صح. وشكرا لكم موصول المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحية فريق العمل في كلاءة الله والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.